الكرام، السلام عليكم إلى هذا العرض الإخباري من قناة الشروق. نبدأ بالعناوين. مجلس الوزراء يؤكد ضرورة ملاحقة المتورطين في أحداث العنف وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية. ارتفاع حالات الإصابة بكورونا، ومجلس الوزراء يشيد بأداء وزارة الصحة. رئيس الوزراء يبدي تقديره لموقف إسبانيا الداعي لرفع اسم السودان من قائمة رعاية الإرهاب. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد مجلس الوزراء أهمية اتخاذ إجراءات قانونية ضد المجرمين، وأشار المجلس الذي استمع إلى تقرير حول الاشتباكات الدامية التي شهدتها عدة مناطق بالسودان، أشار إلى ضرورة محاسبة المقصرين. كما أكد المجلس على أهمية إصلاح الأجهزة الأمنية وهيكلتها ومراجعة دورها وتنفيذ القانون. وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري صباح اليوم برئاسة عبد الله حمدوك، وفي مستهله استعرض تقريرا حول الوضع الأمني بالبلاد قدمه وزير الداخلية طريف إدريس. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الناطق باسم الحكومة فيصل محمد صالح أن المجلس تداول حول التقرير، وأشار إلى أهمية ضبط الوسائط الإعلامية من خلال إنفاذ القانون للحد من الشائعات. قال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو أن هنالك مخطط يستهدف سحب الدعم السريع من الخرطوم عبر إثارة النزاعات وخلق فتن قبلية وفي الأطراف. وتفقد دقلو جرحى ومصابي الدعم السريع في أحداث كادوغلي. وأعلن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو عن تكوين مجالس تحقيق بشأن الأحداث التي وقعت بكادوغلي. وحذر محمد حمدان دقلو من مغبة إثارة الفتن والنعرات القبلية لتحقيق أهداف سياسية، وأشار إلى أن قوات الدعم السريع منذ حدوث التغيير في البلاد ظلت تواجه كثير من التحديات وتتعرض لغدر واستهداف مخطط ومرتب تقف وراءه أياد خفية. وفعلا أحداث مؤسفة بمعنى الكلمة، ولكن يا أخواني بالنسبة لنا إحنا الأحداث دي ما جديدة طبعا. إحنا الأحداث دي بالنسبة لنا كدعم سريع طبعا ما جديدة من بداية التغيير، أن إحنا يعني زي ما أقول يوم يعني بيقتلونا بدم بارد واستهداف وغدري، لكن غدري مخطط ومرتب ووراه أيادي خفية، والأيادي الخفية دي مش بتدمر الدعم السريع بس، هي بتدمر في السودان، هي بتدمر الآن في الشعب السوداني كله وبتدمر في السودان. وصل إلى مدينة كادوغلي اليوم الأربعاء وفد عسكري رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس هيئة الأركان تدريب الفريق ركن عبد الله البشير عقب أحداث عنف شهدتها المدينة أمس الثلاثاء. وقال عبد الله البشير عقب الاجتماع مع لجنة أمن الولاية إن جملة الخسائر في الأرواح بلغت 26 قتيل و13 من كل جانب و19 جريح. وأعلن البشير استمرار حظر التجوال المعلن ووقف القتال داخل كادوغلي وتحذير المحليات الأخرى، كما جرى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق لحصر الضرر وتقديم التوصيات، ويكون الأمر في خطين تحري جنائي ولجنة تقصي حقائق. أكدت إسبانيا دعمها للسودان من أجل رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتلقى رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك اتصالا هاتفيا من وزيرة الخارجية الإسبانية راتشا غوانزليز لايا. وأكدت وزيرة الخارجية الإسبانية خلال الاتصال دعم بلادها للسودان والدور الذي يمكن أن تلعبه إسبانيا كعضو في الاتحاد الأوروبي من أجل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. من جانبه عبر رئيس الوزراء عن تقديره للموقف الإسباني الداعم للسودان، وأكد حرص السودان على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. أكد تحالف قوى الحرية والتغيير دعمه لوزير الصحة أكرم التوم، لافتا إلى أن قوى الحرية لم تطالب بإقالة وزير الصحة أو أي من وزراء الحكومة الانتقالية. وأشار التحالف في تعميم صحفي إلى أن كل ما ورد في هذا الشأن محض شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأبان تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير متابعته باهتمام بالغ ومستمر التقارير التي ترده من ممثليه في اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا، مؤكدا دعمه بشكل كامل للجهود المخلصة التي يقوم بها وزير الصحة والطواقم الطبية والمتطوعين لمجابهة فيروس كورونا المستجد. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 134 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في السودان، هذا بالإضافة إلى تسجيل 6 حالات وفاة. ووفقا للتقرير الوبائي الصادر الثلاثاء، فإن الخرطوم سجلت 104 إصابة، وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء إلى 1661 حالة متضمنة 80 حالة وفاة. وشددت وزارة الصحة الاتحادية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه. وأشاد مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم بأداء وزارة الصحة، واستمع مجلس الوزراء إلى إفادة حول مستجدات جائحة الكورونا بالبلاد قدمها وزير الصحة أكرم علي التوم. أعلنت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية غرب دارفور عن تسجيل 10 حالات مشتبهة بفيروس كورونا، وكشف المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بغرب دارفور الصديق الطيب وهب الله أن 4 حالات من جملة 10 أثبتت الفحوصات المعملية أن نتائجها موجبة. وأكد المدير العام لوزارة الصحة بغرب دارفور وفاة أحد الحالات المشتبهة بمركز العزل بالجنينة، وقال إن تزايد الحالات خلال شهر مايو عبارة عن مؤشر بانتشار الوباء مجتمعيا، ما يستدعي المزيد من التدابير الاحترازية. الآن الولاية سجلت 10 حالات suspected cases في الولاية، والآن من هذه 10 حالات عندنا 4 حالات تأكدت إصابتها بمرض الكورونا، وهي الآن توجد 3 حالات الآن في المركز الذي يوجد خط الآن، 3 حالات مؤكدة بإصابة مرض كورونا، كما وأنه توجد 3 حالات أخرى فيها 2 من الحالات مشتبهة بالإصابة، وتوجد حالة أثبتت المختبر أنها سالبة أي غير مصابة بمرض كورونا، وهي تحتاج إلى أكسجين سبورت، وإن شاء الله ستحول هذه الحالة إلى مستشفى الجنين لتلقي المزيد من العلاج. وقعت قبيلتا الرزيقاد والرزيقات والفلاتة بجنوب دارفور وثيقة وقف العدائيات بينهم بمحلية تولوس تمهيدا لإكمال متبقي الإجراءات لإتمام الصلح بينهم خلال الأيام القادمة. وشدد قائد ثاني قوات الدعم السريع عبد الرحيم رعاية الوثيقة ومتابعة إجراءاتها لإتمام خطوات السلام والاستقرار في المنطقة، وقال إنهم ماضون في خطوات نزع السلاح من كافة القبائل وعزل المتفلتين والعصابات لخلق بيئة آمنة ومستقرة تسودها برامج التنمية لكافة المواطنين. إن شاء الله رعايتنا للوثيقة رعاية واضحة صريحة فعالة، ما وثيقة من وقعها الليلة وبنرجع ومنقول الموضوع انتهى، لا، الوثيقة وقعناها ونظل نتابعها ونواجه فيها تحديات المتفلتين. من جهته أكد والي جنوب دارفور هاشم خالد محمود خلو الولاية من كافة أشكال النزاعات وتوحد أهل الولاية خلف قضية السلام وعزل المتفلتين أعداء السلام والاستقرار، وقال إن وثيقة وقف العدائيات بين الفلاتة والرزيقات هي رسالة من أهل ولايته للمتفاوضين في جوبا تدعوهم لإكمال السلام بصورة مستعجلة. طالب الرحل الذين تأثروا بالنزاع القبلي الذي تم احتوائه بين بطون من الرزيقات والفلاتة بمحلية تولوس بجنوب دارفور، طالبوا باسترداد مواشيهم التي تفرقت في مواقع الحدث واستردادها لهم لاعتماد حياتهم عليها، فيما أكدت القوات النظامية المنتشرة بالمناطق التي شهدت الأحداث الأخيرة قدرتها على استرداد كل المواشي لأصحابها، فضلا عن فرض المزيد من الاستقرار وبسط الطمأنينة للناس.
دائما وقع النزاعات القبلية على أي مجتمع يكون أعمق ويحدث أثرا بالغا على مستوى الأنفس والممتلكات. هذه طلائع بادية الشيخ محمد عيسى التي كان أفراد منها حضور في مشهد بداية النزاع بين مجموعتين من الفلاتة والرزيقات مؤخرا، فعلى الرغم من مرارة فقدهم الولد والمال إلا أنهم تمسكوا بقيم التسامح وتجاوز المرارات مع جيرانهم. الفلاتة دي نحن ما عايشين معهم زمن طويل والمشاكل بتقع، ما عندنا معهم مشكلة، والآن ما عندنا معهم مشكلة، الآن خلاص الوقع وقع والحصل حصل، فنحن الآن ملتزمين ما عندنا مشكلة مع الفلاتة أصلا كقبائل القبيلتين والجاورين. فعلو صوت العفو والصفح هنا لا يخفي الحوجة للماشية التي افتقدوها أيام الأزمة بعد تعهد السلطات باستردادها عبر البحث المستمر الذي تقوم به القوات النظامية المرابطة في المنطقة. الآن نحن دايرين معنا المفقود، الآن الفريق ده ساعة الجابرة ده مدى يهو ساعة يمكن تمشي تشيفوا الجمل بشدوه فوق ذاته ما في فضلت الحشي ده، الحشي ده ما بشد بيت، عندنا 400 راس و450 راس من البل، قوات دعم سريع رجعت لنا 86 والباقي الآن لنا 364 للآن ما وجدنا، وعندنا غنم 305. الرحل في هذه البادية فقدوا الأرواح والممتلكات والماشية جراء الأحداث الأخيرة بين مجموعة من الرزيقات والفلاتة غرب محلية تلوسة، فهؤلاء فقدوا الأرواح والممتلكات والأموال ينتظرون رحمة الله وجهود الحكومة لإرجاع ما فقدوه من أموال. فتأكيدات قوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى وتعهداتها من أعلى قيادتها التي تقف ميدانيا على الأوضاع هنا وتعمل على بسط الاستقرار لرد المفقودات إلى أهلها من خلال انتشارها الواسع في كافة المناطق. هنا قوات الدعم السريع وكل القوات النظامية بنعمل في أن ما يكون في احتكاك بين الطرفين، أي زول لديه بلاغ سواء كان أبقار قواتنا جاهزة ردتها، وممكن كل وسائل الإعلام بتشهد أن قوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى كلها بتسترد الأموال سواء كان أبقار أو جمال، إن شاء الله كلها بيسلموها لأصحابها إن شاء الله. تتسارع الخطى هنا من أجل لملمة الأطراف وفرض المزيد من الاستقرار لتحقيق التصالح الكلي لطي صفحة النزاع والتفلت بصورة كلية في هذه المنطقة. مهدي العزيب، الشروق، ولاية جنوب دارفور، محلية كتيلة. قالت شرطة المباحث والتحقيقات الجنائية بولاية نهر النيل إنها ضبطت كميات كبيرة من المتفجرات تم تسريبها بطرق غير مشروعة لاستخدامها في عمليات التعدين التقليدي. وقال مدير شرطة ولاية نهر النيل اللواء خالد حسان إن تسريب المتفجرات المضبوطة لمناطق التعدين لا يسقط فرضية استغلالها لأي عمليات أمنية أخرى، مؤكدا بأن قواته تتحسب بشكل دقيق لكل الاحتمالات وستتعامل بحسم مع هذه الظاهرة. ولم يستبعد حسان أن تغري المضاربات المالية المتزايدة في قيمة المتفجرات المسربة من شركات التعدين تنامي هذه الظاهرة. الجرائم دي عندها بعد اقتصادي وبعد أمني، البعض الاقتصادي اللي هي بتكون صرفت لشركات بضوابط معينة وبمبالغ معينة بأنه يمكن تستخدم في التفجيرات، رغم الناس ده نحن مستبعدينه، لكن ما دام في فرضية أنه ممكن تستخدم في التفجيرات يظل برضو عندها بعد أمني برضو مهم. يعني عندنا رؤية كبيرة في التأمين ده وشرعنا فيه في إطار لجنة الأمن، نحن ما بنشتغل بمعزل عن الجهاز التنفيذي والقانوني والعسكري في الولاية. وفي السياق أوضح مدير دائرة الجنائيات برئاسة شرطة ولاية نهر النيل العميد أبا زر موسى بخيت أن الكميات التي تم ضبطها بعد تسريبها من شركات التعدين عكست حجم التجاوزات الأمنية والفنية والإدارية المتعلقة باستخدامها وتخزينها بالشركات، قاطعا بأن هذه المواد يجب أن تخضع لإجراءات وقوانين صارمة عند دخولها لشركات التعدين. هي مواد تم تسريبها من الشركات بوسائل غير مشروعة لتصل
إلى بعض المعدنين التقليديين ليقوموا بأعمال التعدين فيها. ونحن بنكافح الظاهرة دي من محورين: المحور العام محور منع الجريمة، وفي هذا الصدد يعني لنا تنسيق مع القوات المسلحة في ضبط ومضابط ورود هذه المواد المتفجرة ودخولها إلى المخازن والإشراف الفني والمهني عليها. وضعت إدارة مكافحة التهريب بهيئة الجمارك بولاية القضارف يدها على أكثر من 1000 قطعة مسدس 9 ملي، إضافة لأجهزة الكشف عن المعادن في عمليتين نوعيتين. ودعا والي ولاية القضارف إلى العمل على تفكيك عصابات الإتجار بالسلاح والمخدرات وتهريب البشر، وذلك في ظل تزايد نشاطها الإجرامي على طول الشريط الحدودي. الموقع الجغرافي الحدودي لولاية القضارف جعل منها منفذا مزدوجا لتجارة السلاح والمخدرات والإتجار بالبشر، مما يلقي بعبء ثقيل على السلطات فيها. أكثر من 1100 قطعة سلاح ضبطتها إدارة مكافحة التهريب الجمارك وهي في طريقها إلى خارج البلاد. الحمد لله الشرطة صاحية وعين ساهرة ويد أمينة على أمن وسلامة المواطن، وإدارة مكافحة التهريب بصورة خاصة في هذه الولاية دوما في إنجاز تلو الإنجاز، وده بجهود الصاد الحضرات الموجودين في قسم مكافحة التهريب ولاية القضارف، وده إنجاز كبير. وإن شاء الله يعني نوعد الوطن إنه نحن هنسد كل الثغرة في الشرق إن شاء الله. أكثر من 30 مليون من الجنيهات قيمة هذه المسدسات، مضاف إليها 7 مليار هي قيمة أجهزة الكشف عن الذهب، تمكنت القوى من القبض عليها في عمليتين، وهو المؤشر الذي جعل سلطات الولاية تشدد على ضرورة تفكيك هذه العصابات. ده إنجاز كبير جدا، ونحن ندعم مثل هذا العمل ونوجهه إن شاء الله مزيدا من التنسيق لقفل كل الثغرات لمكافحة هذا التهريب، تنسيق مع القوات الأخرى، العمل على تفكيك هذه العصابات الكبيرة المتقوم بالتهريب، أنه هذا العمل وراءه عصابات ممكن يتكرر كثير جدا. التهريب ممكن قبل فترة إحنا في ضبطيات كانت في ولاية القضارف، لكن هنالك عصابات كبيرة وراء هذا العمل. نأملين يكون في عمل كبير يتم بالتنسيق مع كل الأجهزة ومع كل القوات في الولايات الأخرى لقفل الثغرات ولتفكيك هذه العصابات. العمل المشترك والتنسيق العالي بين الأجهزة الأمنية كان بوابة العبور لهذا الإنجاز، وهو ما يشير إلى وحدة الهدف بين مكونات المنظومة الأمنية بالولاية. إحنا عندنا يعني آلية إن شاء الله شغالين فيها على سنون نحارب ظاهرة هذه التهريب، والتهريب يمكن يعني من المشاكل كثيرة عندنا في الولاية. إحنا يعني ننقل هذا الإنجاز للسيد مدير عام الشرطة والسيد رئيس هيئة الجمارك والسيد مدير إدارة مكافحة التهريب، لأنه يعني يدعموا الناس ديل ماديا ومعنويا ان شاء الله. بنشيد بقواتنا اللي دائما بتقدم الانجاز تلو الانجاز، وايضا لا يفوتنا الا ان اتقدم بالشكر الجزيل للسيد رئيس الهيئه، خاصه انه في خلال الاسابيع الفاتت المنصرمه استلمنا متحركات جديده، وده بيساعد كثير جدا جدا في درء ومكافحه تهريب الولايه. ويعتبر الدعم اللوجستي الذي تلقته هذه القوات من رئاستها بمثابة السند الذي ساهم بقدر كبير في الحد من هذا النشاط الإجرامي على امتداد حدود دولية طويلة وشائكة. محمد الفاتح، الشروق، ولاية القضارف. احتفل ديوان الزكاة بولاية شمال كردفان بالإفراج عن 68 من نزلاء السجون بالولاية بكلفة بلغت أكثر من 3 مليون جنيه، إنفازا لبرامج شهر رمضان المعظم، وتماشيا مع موجات موجهات السلطات الصحية بتقليل الازدحام ومنع التجمعات للحد من انتشار جائحة كورونا. وقال أمين ديوان الزكاة بالولاية آدم بشر إبراهيم إن الديوان سيواصل نهجه التكافلي خلال الشهر الفضيل بتنفيذ مزيد من الدعومات المادية والعينية للمستهدفين. اليوم إطلاق يعني عدد 68 نزيل بتكلفة إجمالية قدرها
الثلاثة مليون ومئتين خمسة وثمانين ألف جنيه سوداني للقارمين في الحق الخاص، في الحق الخاص. وهذه مبادرة كريمة تقوم بها أمانة الزكاة ولاية شمال كردفان كل عام. وفي هذا المقام لا يطيب لنا إلا أن نشكر اللجنة التي قامت بدراسة هذه الحالات. فضل الكرام، نتواصل معكم في هذا العرض الإخباري وفيه عقب الفاصل. بنك السودان المركزي يعلن إيقاف العمل بجميع المصارف في مدينة كادوغلي. أهلا بكم من جديد إلى الأخبار العربية والعالمية. سمحت إمارة دبي بفتح الحدائق العامة والشواطئ الخاصة بالفنادق أمام النزلاء، وذلك في ظل تخفيف تدريجي للقيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا. وكانت دبي هي أكبر إمارة في البلاد من حيث عدد السكان، قد خففت في 24 أبريل الحظر الكامل للتجوال وجعلته لمدة 8 ساعات. وقالت وكالة أنباء الإمارات إنه تقرر فتح الحدائق العامة أمام الجمهور مع عدم السماح بأي تجمعات لأكثر من 5 أفراد. وسيتم أيضا استئناف رحلات الترام ووسائل النقل البحرية، وسيسمح بممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية في الأماكن المفتوحة فقط. قالت شركة طيران الإمارات في بيان لها اليوم الأربعاء إنها تعتزم استئناف رحلات مجدولة من دبي إلى لندن هيثرو وفرانكفورت وباريس وميلانو ومدريد وشيكاغو وتورنتو وسيدني وميلبورن اعتبارا من 21 مايو. كما ستوفر الناقلة رحلات ربط بين بريطانيا وأستراليا عبر دبي. وكانت حركة الطيران في العالم تأثرت بشكل كبير جراء جائحة كورونا. وجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبي انتقادا جديدا للصين على ما وصفه بعدم شفافيتها في الوقت الذي أشاد فيه بإسرائيل لتقديم ما لديها من معلومات خلال الجهود العالمية لمكافحة جائحة فيروس كورونا. ويخوض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبار المسؤولين في إدارته حربا كلامية مع الصين التي شهدت أول ظهور للفيروس، ويقولون إنها لم تبلغ أو تبلغ العالم بالسرعة الكافية بمخاطر الفيروس، وكممت أفواه من دقوا ناقوس الخطر وتنفي بكين بشدة هذه الاتهامات. تزايد عدد الأمريكيين المنتقدين للرئيس دونالد ترامب على مدى الشهر الماضي، فيما يرتفع عدد الوفيات بسبب كورونا، ليتخلف الرئيس الأمريكي الآن عن منافسه الديمقراطي جو بايدن بفارق 8 نقاط مئوية بين الناخبين المسجلين. وحسب ما أفاد استطلاع للرأي أجرته رويترز، وأظهر الاستطلاع الذي أجري يوم الاثنين والثلاثاء أن 41% من الأمريكيين البالغين أيدوا أداء ترامب في المنصب، في تراجع 4 نقاط عن استطلاع مماثل أجري في منتصف أبريل ولم يؤيد 56% ترامب، بزيادة قدرها 5% في الفترة الزمنية ذاتها. قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنها ستواصل جهودها لتحسين العلاقات مع روسيا على الرغم من هجمات التسلل الإلكتروني التي تصعب الأمر. وقالت ميركل للبرلمان ردا على سؤال عن عمليات التسلل إنها ستسعى من أجل علاقات طيبة مع روسيا، لأنها تعتقد أن هنالك من الأسباب ما يدعو لمواصلة جهودها الدبلوماسية، لكن ذلك يصعب الأمر. وذكرت صحيفة دير شبيغيل الألمانية الأسبوع الماضي أن المخابرات العسكرية الروسية تمكنت فيما يبدو من الحصول على العديد من رسائل البريد الإلكتروني من مكتب دائرة ميركل الانتخابية في عملية تسلل في العام 2015 استهدفت البرلمان الألماني. أجرت جنوب أفريقيا تغييرا دقيقا في قواعد تصدير السلاح بما قد يسمح بمبيعات أسلحة تتجاوز $1 مليار. وفي مذكرة نشرتها الجريدة الرسمية في 11 مايو تغيرت الملابسات التي يمكن بموجبها لمسؤولي جنوب أفريقيا إجراء عمليات التفتيش للتحقق من أن العملاء لا ينقلون الأسلحة إلى أطراف ثالثة.
وكان بعض المشترين الرئيسيين للسلاح من جنوب إفريقيا بما في ذلك حكومات في الخليج وشمال إفريقيا قد رفضوا الموافقة على الخضوع لعمليات التفتيش لأنهم اعتبروها انتهاكا لسيادتهم. في أخبار المال والأعمال، أعلن بنك السودان المركزي عن إيقاف العمل بجميع المصارف في مدينة كادوغلي بجنوب كردفان لمدة 3 أيام. وأوضح البنك المركزي في تصريح صحفي أن ذلك يأتي استجابة لقرار حظر التجوال الذي أصدره والي جنوب كردفان إثر الاحتراب والأحداث الدامية التي وقعت في كادوغلي بين قبيلتين بالمنطقة. قرر الاجتماع المشترك لمجلس وزراء حكومة ولاية سنار ولجنة أمن الولاية برئاسة محمد عثمان محمد حمد اليوم إغلاق الأسواق بالولاية اعتبارا من يوم الجمعة إلى أجل غير محدد، مع إلزام المحليات بتفريغ الأسواق وتوزيعها على الأحياء، وذلك ضمن التدابير الموضوعة لمكافحة جائحة كورونا. ودعا الاجتماع المواطنين للالتزام بحزمة التدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس، خاصة حظر التجوال الليلي والتباعد الاجتماعي ومنع الازدحام بالأسواق والمستشفيات. أما في أخبار الرياضة، فتح المريخ العاصمي خطا مباشرا مع المدرب كفاح صالح مدرب الأمل عطبرة لقيادة المريخ في الفترة المقبلة، وذلك خلفا للمدرب التونسي أمين المسلمي. وأشارت مصادر صحفية أن المريخ اقترب كثيرا من التعاقد مع كفاح صالح، وكان مجلس إدارة نادي المريخ أصدر قرارا بإعفاء التونسي أمين المسلمي على خلفية انتقادات وجهها التونسي لمجلس المريخ بسبب عدم الإيفاء بالمستحقات المالية للمدرب. مشاهدينا الكرام، ختام هذا العرض الإخباري، نعود ونذكر بالعناوين. مجلس الوزراء يؤكد ضرورة ملاحقة المتورطين في أحداث العنف وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية. ارتفاع حالات الإصابة بكورونا ومجلس الوزراء يشيد بأداء وزارة الصحة. رئيس الوزراء يبدي تقديره لموقف إسبانيا الداعي لرفع اسم السودان من قائمة رعاية الإرهاب. مشاهدينا الكرام، انتهى هذا العرض الإخباري، قدمته لكم من قناة الشروق. تقبلوا تحياتي والفريق العامل، إلى اللقاء.